بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب جير لينكس، معكم عبد المجيب مبتدئ على القناه. اليوم بتكلم عن حلقه جديده من حلقه وش من جديد، اللي هي طبعا نتكلم من اشياء جديده بالش اسمه بالبتاع هذا حق يسمونه نسيته يعني الاوبن سورس والمرجعيات الحره والحاجات الجميله هذه. اليوم عندي تقريبا كالعاده نجيب لكم كم خبر جميل. اول خبر طبعا هو راح نفصله قليلا لانه صار عباره عن حرب مؤخرا بالتوزيعات، وهي عباره عن لانه التوزيعات اللي راح تنتقل الى السيستم دي. اوكي، الحرب الكبيره اللي صارت طبعا السيستم دي، وش اصبر، السيستم دي عباره عن البتاع اللي قبل البتاع زين، اللي هو سمى اول جزء من نظام التشغيل اللي هو يشغل المهام والديمنز وال اكثر من حاجه كذا، درايفر مو بدرايفر عفوا، كم برنامج كذا خاص بالتشغيل. حتى اضرب لك مثال وتعرفوا يعني في بعض التوزيعات او اغلب التوزيعات تروح للكوماند لاين اللي هو التيرمينال وتكتب امر معين يسوي لك ريستارت مثلا للواجهه الرسوميه، يسوي لك ريستارت. يختلف طبعا هذا الامر من توزيع لتوزيع، فتوزيعات مثلا زي ديبيان ولا تحمسوا نقول ان ديبيان هي اللي تضحك الموضوع، ممكن تكتب فيها سودو سيرفيس مثلا ام دي ام ريستارت تمام، او ممكن تدخل على اللي هو المسار اللي هو اي تي سي بعدين انت دوت تي وتشتغل بالموضوع ذا. توزيعات ثانيه قاعد تستخدم سيستم دي حاليا. السيستم دي عباره عن مشغل ثاني طبعا، فيه اللي هو الانت وفيه سيستم دي. طبعا سيستم دي اساسا الخطه حقته راح يستبدل بالمستقبل كل الانت هذا، الاسباب كثيره طبعا اولها السرعه، ولكن في توزيعات رفضت هذا الموضوع، موضوع السيستم دي. من اول التوزيعات اللي رفضت موضوع السيستم دي هي توزيعات اوبنتو، مو اوبنتو عفوا، ديبيان. اوكي، وصار فيه مشكله عويس طبعا اللي متابع الاخبار مؤخرا. انا ما حبيت اتكلم عن الموضوع اول ما طلع، انا توقعت انه نكته بس الموضوع صار جد، يعني الناس خذوه بجد. يعني ديبيان طلع منه فرع جديد، تخيلوا فرع تم بناؤه جديد فقط عشان يصير في فرع بدون سيستم دي. قاعدين يشتغلون انهم بيطلعون فرع جديد الحين، يعني طبعا الكلام ده قديم ولكن الموضوع ما زال جاري، وادري التوزيع طلعت ولا ما طلعت، ولكن مو بهذا يعني زي ما تقول محور الحديث. المحور الحديث هو انه في كساي هنا نسيته خلاص منه شو اسمه ديبيان الحين جماعته يقول لك احنا ما نبي السيستم دي لانه احنا نستخدم ديبيان كسيرفر والسيستم دي ما بينفع مع السيرفرات. وجعت راس يعني، موضوع كبير جدا لو دخلتوا على موقع طبعا موجود تحت اوكي راح تحصلون في النقاش الطويل العريض. بالنسبه لي انا شخص ما يفرق معي طالما انه راح يشتغل معي الاوبريتنج سيستم، ولكن الناس اللي قررت تسوي الشيء هذا ناس خبره بالنظام ولهم وجهه نظر، ممكن تدخلون تشوفون الموضوع ذا. ولكن خبرنا جميل وبسيط جدا، هو يتكلم عن لينكس مينت اصلا وانتقاله الى السيستم دي. لينكس مينت قاعده تحارب هذا الموضوع انه ما تنتقل ترى، ولكن مؤخرا طبعا وموجود تحت رابط المقال انهم قرروا انهم ينتقلون للسنه الجايه. التوزيعات اللي حاليا طبعا انتم عارفين لينكس مينت يجي منها التوزيع ستيبل اللي تدعم 5 سنوات نفس طريقه الابونتو تمام. هذه ما راح تغير فيها شيء، يعني التوزيعات طويله الدعم راح تبقى تستخدم سيستم مو سيستم دي، تستخدم انت اوكي القديم، ولكن سيستم دي راح يبدا استخدامه مع التوزيعات القادمه الجديده اللي يسمونها ابستريم ديستروز. اوكي، طبعا هم عندهم اي زي ما تقول تفكير انهم يتجنبون هذا الموضوع اوكي، نظرا لانه يقول لك التوزيعات اصلا الان بدات تنتقل الى شو اسمه سيستم دي، فيقول لك صعب انه الحاله نقعد كذا نستخدم نظام زين. الحاجه الثانيه قبل راح ننتقل بسرعه، يعني احنا الموضوع يحتاج دراسه نظرا لانه في اشياء كثيره بالنظام راح تشتغلون عليها عشان تعدله. ولكن موضوع السيستم دي انه تنزله حاليا ترى موضوع متاح لك، ممكن تبحث كلمه سيستم دي اوكي زي ما هو مكتوب تحت بالوصف وتنزله اوكي وتشتغل عليه ما عندك راحه، لكن لازم تشوف المانوال سيستم تشرح عشان ما تخربط موضوعك تمام. طيب حاليا اوكي بالشو اسمه بالوضع الحالي سبب انتقالهم طبعا انهم التوزيعات طبعا في توزيع زي ارتينكس ورطه، انا استخدم ارتينكس، ارتينكس عباره عن توزيعه ورطه، اي شيء ينزل جديد بوف شيل يلا استخدم. من زمان استخدم سيستم دي، فهي واحده من التوزيعات الاوائل اللي استخدمت سيستم دي اول ما انه طلعت فكره، مو اول ما طلعت فكره سيستم دي، اول ما انه بدا يستخدم السيستم دي قديم جدا، ما ادري ما اقدر اعطيكم تاريخ. في توزيعات ثانيه بدات تنتقل وطبعا من ضمنها ديبيان، تخيل ديبيان نفسه يقول انا بروح للسيستم دي اوكي، صارت مشكله طبعا. وتوزيعات جايه بالطريق نظرا لان السيستم دي راح يتطور، وانت ممكن تكتب سيستم دي في اس اوكي بالجوجل تشوف المواضيع اللي راح تطلع بالموضوع ذا. فخلاصه الحديث انه لينكس مينت راح تنتقل الى سيستم دي. الخبر الثاني طبعا نشطح شوي، باناسونيك طلعت سمارت تي في اوكي. سمارت تي في هذا راح يكون مدعوم عن طريق فايرفوكس او اس، نظام تشغيل فايرفوكس طبعا. اذا جربته اوكي، انا طبعا جربته على عندي جهاز اتش دي 2 اتش دي سي، جربت عليه النظام سلس وبسيط جدا ومفتوح
يعني اكثر سلاسه من ناحيه الحريه والانفتاح من الاندرويد طبعا اوكي اللي تبع جوجل، ولكن لا زال نظام جديد. الجديد بالذكر انه الباناسونيك تي في راح يكون فيه كل الخصائص حقت متصفح فايرفوكس، تصفح الانترنت والابس وكله تمام، راح يكون موجود بالباناسونيك سمارت تي في. باناسونيك طبعا اختارت ان تستخدم فايرفوكس او اس لسبب الانفتاح اللي موجود ونظرا للسلاسه، ويبدو انه فيه بين موزيلا وباناسونيك بيصير فيه شغل بالمستقبل والله اعلم تمام. في حاجه ثالثه اللي بتكلم عنها وجميله طبعا، مؤخرا اللي يتابع من تويتر بتلاحظ انه قاعد يتكلم عن الرازبيري باي كثير، مشغولون بالعبه. الرازبيري باي اللي ما يعرفه خليني اعطيكم اياها هنا موجوده هي. اوكي هذه زين، هو عباره عن هذا الكمبيوتر الصغير، طبعا تكلمت عنه كثير، فمو مجرد يعني كمبيوتر مصغر جدا جدا، تقدر تعمل فيه اشياء كثيره الكترونيه. مبار الرازبيري باي طبعا طلع منها الموديل الجديد اللي هو باي 2، راح اعطيك درس مفصل واتكلم عن الخصائص الجديده، طبعا اقوى تقريبا بست مرات من السابقه وسريع جدا. ولكن الغريب بالموضوع انه الجماعه حقين رازبيري باي طبعا بريطانيين، بريطاني كذا ما يطلع الريال زين، نزلوا سعر الباي الاول البي بلس كان سعره ب $35 نزلوه الى $25. السبب يقول لك مع انه نزلت الباي 2 الا انه ما زالت الناس تشتري شو اسمه البي بلس لسبب ما حد يدري تمام، فهم نزلوا الحين سعره الى $25 علم بانه من قبل ما ينزلون السعر مبيعاته كانت جيده يعني، فشباب اللي بيستخدم الخمس الباي بي بلس بدل $35 $25 يروح يشيل، ولكن انصحكم تستخدمون باي 2 لان فيها حاجات جميله جدا. لسبب ما انا ما بقدر اعرف سبب انه الناس ما زالت تشتري بي بلس، انا ما انا محترف قوي بموضوع البايز، فما ممكن يكون في خاصيه معينه ما ادري انا. الموضوع الاخير الجميل جدا هو انه شركه اتش بي قررت انها تصدر اجهزه الاول ان وان، هذاك اللي شاشه واحده وكل شيء، واللابتوب مع نظام او مع توزيعات ابونتو اوكي، من تقريبا بدا الموضوع بروسيا تقريبا. هو الخبر يقول لك انه من ماي اللي هو الشهر الحالي خمسة، من منتصف خمسة حاليا 16 يعني فضل اليوم راح يكون معاً اللابتوبات حقاتهم يكون معاً. طبعا دل بدت الموضوع من زمان، دل تحصل على شعار ابونتو الاجهزه حقتها تمام، ولكن اتش بي بدت الموضوع هذا بروسيا من هذا الشهر، بحيث ان اللابتوبات تكون متوافقه تماما مع شو اسمه مع الابونتو، والاول ان وان برضه نفس الكلام. شخصيا انا ما عمري جربت اني استخدم جهاز شخصي فيه دل، ولكن استخدمت سيرفر مو بسيرفر اسم سيرفر، استخدمت جهاز دل عادي لكن جاي معه توزيعه الابونتو اوكي سيرفر، هو جهاز عادي ترى ما اقول لك انه سيرفر، جدا جدا عادي متواضع ولكن يخدم كسيرفر. تعاملت معه مع نسخه الابونتو سيرفر وكان جدا سلس وممتاز. الناس اللي تعاملت ايضا مع الدل ابونتو برضو نفس القصه، انه احنا يعني مرتاحين ومن هذا الكلام. طبعا احد اصدقائي موجود في العراق الان، سلام عليكم حيدر تمام، برضو استخدم الجهاز ويمدح فيه كثير، انه يقول لك انه ما في اي مشاكل وسلس جدا، فطبعا بيكون في افضل اداء طبعا من غير نظر، لان دل او اتش بي بالمستقبل يسوي لهم مستودع برامج خاص يكون فيه التعريفات وكل شيء ويحطون فيه كل الدنيا تمام. خلاصه الحديث سواليفنا اليوم عن لينكس بنت، راح تنتقل السيستم دي طبعا ما ادري ايش طلعت خلاص طلع اسمه اصلا يعني قاعد اسوي لهم دعايه ربيع ولا راح يعطون الريال زين. راح تنتقل ان شاء الله لينكس بنت بالمستقبل، لان ما عنده اي خطه ان تتجنب هذا الموضوع. ديبيان اوكي ممكن تروحون تشوفوا الخبر حق ديبيان هذا، طبعا قديم زي ما قلت لكم، ولكن في حرب صارت، انا اعرف حتى ممكن تصير في حرب الحين بالفيديو هذا، في ناس فاضيين زين. باناسونيك قررت ان تسوي سمارت تي في وتحط معها فايرفوكس او اس وعيش حياتك. الرازبيري باي بي بلس ايضا نزلت الى $35، والاتش بي قررت انها تجيب النظام حقه ابونتو جاي معه، طبعا لسبب بسيط جدا، اللي تابع اخبار مايكروسوفت مؤخرا راح يعرف انه مايكروسوفت عملت حركه وسخه مع التراخيص حقت ويندوز 10. طيب نشوفكم ان شاء الله في درس قادم وسواليف جديده، ما ادري متى بطلع، انا كل مره اقول لكم بجي بعدين بس اسحب عليكم، انا حساب شهرين ما جيت، فالمره الجايه ان شاء الله ما ادري يمكن تجيكم بعد شهرين، يمكن تجيكم بعد سنه، يمكن تجيكم انا وعيالي بعد 20 سنه. نشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.